التي سنسجلها وسنراقبها معكم عبر البث المباشر. إذا بسم الله وعلى بركة الله ينطلق مشاهدينا الكرام شوط الكاس. الكاس يا ناس، هذا هو الشوط الحساس، شوط حبس الأنفاس. إذا تنطلق مشاهدينا الكرام هذه الأسماء في شوط كأس المونديال لسن الثنايا البكار. الكل هنا حرص على التواجد في مثل هذه الأشواط القوية الحساسة. إذا مشاهدينا الكرام ينطلق هذا الشوط بانطلاقة الشاهينية لعبيد بن محمد الوهيبي، وبانطلاقة راهية لعبد الله بن مظفر بن محمد العامري، وبانطلاقة الشاهينية لجاسم بن حميد بن براك المزروعي، وبتواجد نشرة أيضا لسيف بن محمد بن زايد الخيارين، وعنيدة أيضا لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وحضور أيضا لسلهودة لعبد الهادي بن سعيد الشهواني، والطويلة أيضا لسعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي، والوطن أيضا حاضرة في هذا التحدي لصالح بن حمد القمرة، والعسيلة أيضا لعبد الهادي بن سعيد الشهواني، وكذلك الحضور والتواجد للأبرقة لغانم بن منصور سيف الخيارين، وفرح لناصر بن حمود العفاري، وهتاش للسيد محمد بن زايد المنصوري. إذا 12 اسم تنطلق في هذا التحدي على كأس المونديال. الكاس يلمع يا أخوان. إذا بدأت المسيرة، بدأ التواصل في الرقص مع الكبار في تواجد شعارات عملاقة وأسماء لها رصيد مليء بالإنجازات. نسير مع مقدمة هذا الشوط، نتابع من تحتل المركز الأول. الطويلة هناك على المركز الأول، الطويلة تسيطر وتتصدر هذه الجموع لسعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي، هي من تنطلق وهي من تندفع في صدارة هذا الشوط، شوط الكاسية بن مايق. المركز الثاني، أتابع نشرة تقدم لنا تفاصيل هذا الشوط ومتابعة لآخر الأخبار في نشرة، ومن نشرة ننطلق إذا مع نشرة للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، عملية التضمير عند السيد جابر بن جبين المري. نتابع المركز الثالث ووصلت راهية، راهية تحتل المركز الثالث لعبد الله بن مظفر بن محمد العامري، بينما المتابعة والنقلة والانتقال على المركز الرابع، ووصلت الأبرقة أيضا، الأبرقة في خامس أو في رابع المراكز لسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين، وخامسا أتابع انطلاقة سلهودة لعبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني. هذه النتيجة إذا ومعطيات النداء الأول، وأيضا قراءة ما فيما بين سطور المنافسة ما بين هذه الأسماء الماسية في القائمة الخماسية. أعود بحضراتكم من جديد هناك إلى الرقص مع المقدمة، إلى الإيقاع السريع، إلى رتم المنافسة وخط البياني يسير في تصاعد مستمر مع الطويلة التي تأخذ وتتحمل مسؤولية هذا الشوط. إذا شعار سعادة حامد بن علي بن مايقة الحبابي هو من يتقدم، هو من يرسم ملامح هذه الكأس، هو من يحدد مسار هذه الكأس الغالية، الكأس الذهبية المونديالية. إذا هنا الطويلة مشاهدينا الكرام تحتل المركز الأول، تنشد السمو وتنشد الرفعة لأن اسمها الطويلة تريد المكان العالي، تريد المكان العالي أيضا، تبحث عن منصة التتويج. الله يا شوط الكاس. المركز الثاني نشرة للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، يضمرها أيضا جابر بن جفين المري، وهي أيضا نتذكر بأنها صاحبة الشوط الرئيسي في ختامي الشحانية في سن الجذاع، وصاحبة أفضل توقيت أيضا في جائزة زايد الكبرى في ميدان الوثبة لسن الثنايا، ومن أبرز المرشحات لهذا الشوط. انتظروا نشرة
وانتظروا تفاصيلها مشاهدينا الكرام. نتابع المركز الثالث، هنا العسيلة تصل وتنضم العسيلة مشاهدينا الكرام مع عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني الذي يدفع باسمين في هذا التحدي، يخوض غمار هذه المنافسة. ابو عبد الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني مع سلهودة وكذلك مع العسيلة. المركز الرابع راهية والعملاق العيناوي ايضا يتواصل مع اشواط الكؤوس، وهذا شعار مغذي الذي سيطر في يوم الامس على الكأس المونديالية الذهبية التي ذهبت لمصلحة مغذي في كأس الجذاع القعدان. ينطلق اذا مشاهدينا الكرام عبد الله بن مظفر بن محمد العامري في رابع المراكز، ايضا مع راهية التي تعود عملية تضميرها مع السيد سالم بس غير العويسي. الله يا العويسي، سالم بس غير العويسي ينطلق في متابعة لراهية وانطلاقتها. المركز الخامس الأبرقة، الأبرقة الله الله يا الأبرقة، تحتل المركز الخامس قادمة بطموح غانم بن منصور بن سيف الخيارين الذي ينطلق ويتابع هذا التحدي مع أحد الأسماء المميزة والمرشحة أيضا لهذا الشوط. أيضا نتذكر الأبرقة ونتذكر الإنجاز الذي تسجل عندما توجد بشداد هناك في منافسة سباق المستشار سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني في هذا السن وقبل تقريبا شهر من الآن. هذه النتيجة إذا ومعطياتنا وقراءتنا في ندائنا الثاني مع الأسماء الماسية مع الأسماء الخماسية. والبداية هناك حصل التغيير وجاءت الأمور من صالح نشرة والانطلاقة مع نشرة. إذا نشرة مشاهدينا الكرام تحتل المركز الأول، وخبر عاجل في هذه النشرة بأن نشرة هي من تقدمت، هي من انتزعت المركز الأول الآن. إذا متابعة لتفاصيل هذه النشرة التي تقدمها لنا نشرة هنا من أرضية ميدان التحدي. الله يا نشرة، نشرة مشاهدينا الكرام تقود المسيرة، تقود الشوط قيادة حكيمة، قيادة موفقة لسيف بن محمد بن زايد الخيارين، وأيضا مع جابر بن جبين المري الخبير، والأيضا الذي يعتبر من أبرز الأسماء في عالم التضمير. المركز الثاني يا سلام يا سلام على هذه المضمرين، عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني ينطلق مع العسيلة في المركز الثاني. غيرت العسيلة إذن وتواصلت مع ثاني المراكز. ما شاء الله، نقول الشوط فيه ضغط، الشوط فيه ضغط، الضغط عالي، الضغط عالي. وانتظروا وتابعوا معي مشاهدينا الكرام هذه التحديات، هذه المنافسة الكبيرة. انطلقت العسيلة إذن بتوجيهات وبتعليمات من عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني لتكون في صلب المنافسة، أيضا خطة مستخدمة من هذه المضمرين. المركز الثالث أتابع هنا راهية لسعيد بن مظفر بن محمد العامري، هو من يتواجد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري على المركز الثالث مع راهية، وأيضا سالم بصغير العويسي في المتابعة وفي التضمير. ثلاثة أسماء على المقدمة، ثلاثة أسماء هنا متواجدة كلها جنبا إلى جنب تسير نحو حلم، حلم يراود الجميع. أي حلم هذا؟ هو الحلم بالتتويج بالكأس الذهبية. يا سلام. المركز الرابع مشاهدينا الكرام الآن نتابع المركز الرابع وننطلق مع الأبرقة. الأبرقة تحتل المركز الرابع، غانم بن منصور آل سيف الخيارين يتابع الموقف بحذر وينطلق مع الأبرقة في المركز الرابع. المركز الخامس سلهودة، يا سلام سلهودة عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، ولكن أرى بأن الآن عنيدة بدأت تتسلل، وبالفعل عنيدة تخطف المركز الخامس للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين بقيادة ناصر بن سالم المكسور. هذه النتيجة إذن للمرة الثالثة على التوالي. وهناك نشرة ما زالت تقدم لنا آخر الأخبار، أخبار الكاس مع نشرة. أخبار الكاس ليست مجرد نشرة عادية، ولكنها نشرة فيها الأخبار العاجلة، فيها الأخبار الحصرية والخبر الأبرز مع نشرة هناك في المركز الأول. سيف بن محمد بن زايد الخيارين مع نشرة ينطلق مع هذا الاسم الكبير، الاسم الذي دخل إلى النجومية منذ العام الماضي مع هذا الشعار عندما توج برمز سباق الختامي هنا على تحت رعاية سيدي سمو الأمير المفدى. هنا إذا نشرة في المركز الأول، الشوط الرئيسي
الرئيسي يا بن جبين، شوط الكوس يا بن جبين، شوط المرسيدس يا بن جبين. يا سلام، الله يا نشرة، الله يا نشرة، ما زالت محتفظة بهدوها، ما زالت منطلقة، ما زالت مندفعة في المركز الأول رغم المنافسة الكبيرة المحاطة في هذا الشوط. المركز الثاني، وبنقول يا بن جبين كيلوين متر على النهاية، كيلوين متر على الكاس، كيلوين متر على المرسيدس المركز الثاني. وتابع راهية لعبد الله بن مظفر بن محمد العامري في ثاني المراكز، ووصلت عنيدة، عنيدة وصلت المركز الثالث، عنيدة ومعاندة، عنيدة يا جماعة، عنيدة تتسلل من مركز إلى آخر، تبي الكاس، تبي الكاس، والكاس أيضا يريد من تقدم الأداء الممتاز. الله 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 الله، الأبرقة أيضا انطلقت، الأبرقة انطلقت، انطلقت بقوتها المعهودة، بقوتها المعهودة، في جاهزية تامة، في جاهزية تامة لأن يبقى الكأس هنا في دولة قطر. هل سيبقى الكأس هنا في دولة قطر يا الخيارين، أم سيغادر إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يغادر أيضا إلى الأشقاء في السلطنة؟ هذا ما سنتابعه الآن. الوطن، الوطن وصلت أيضا، وانطلقت الوطن لصالح بن حمد القمرة مع المضمر حمد بن محمد بن جهويل. المركز الخامس الهودة للسيد عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، خماسية قطرية، خماسية قطرية تتقدمها نشرة، نشرة على المركز الأول. الكاس يا جماعة، الكاس يا ناس، الكاس، 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 شوط الكاس لمن؟ الكاس لمن؟ الله الله الله، نشرح المركز الأول. الأبرقة الآن، الأبرقة وصلت، وصلت الأبرقة، يا سلام يا الأبرقة، الأبرقة تصل الآن وتنطلق، غيرت من المركز الثاني إلى المركز الأول، ولكن هناك نشرة ما زالت محافظة على هذا المركز. وبنقول الكيلو الأخير، الكيلو الأخير يا مضمرين، يا مضمرين الكاس، الكاس في الانتظار. سلهودة تحركت، سلهودة وحادة، هادي المضمرين ينطلق. مشاهدينا الكرام، هنا عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشواني ينطلق مع سلهودة في المركز الأول. يا سلام يا سلهودة، سلهودة خطفت المقدمة، اقتربت من الكأس، اقتربت من كأس المونديال. المركز الثاني نشرة أيضا تحاول بدورها، عادت مرة أخرى نشرة، سيب بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الثالث الوطن، صالح بن حمد القمرة. المركز الرابع الأبرقة، غانم بن منصور سيب الخيارين. رباعية، رباعية مقدمة، رباعية مقدمة. الكاس شحاني، الكاس شحاني يا جماعة، شحاني الكاس، شحاني الكاس. سلهودة، سلهودة مع الكاس، سلهودة، سلهودة مع الكاس. بنقول، بنقول الكاس سلهودة، الكاس سلهودة، الكاس مع هادي المضامرين. عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشواني ينتزع الكأس المونديالية، ينتزع الكأس الذهبية مع سلهودة في هذا الشوط الممتاز، ومع هذا الأداء الراقي. نقول سلام يا الشهواني، سلام يا هادي المضامرين، سلام سلهودة، سلام شحاني خاص يا أهل الشحانية، سلام شحاني مع سلهودة. الله 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 الله، الكاس، الكاس الشحانية، الكاس مع سلهودة، الكاس مع هادي المضمرين سعيد بن عبد الهادي الشهواني. مبروك، مبروك يا الشهواني، وسلام، سلام عليك يا سلهودة، سلام على هذا الأداء الممتاز، ومبروك يا الشهواني. نقول تهانينا إذن، والكأس مع سلهودة ومع عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثاني الأبرقة للسيد غانم بن منصور السيب الخيري. المركز الثالث الوطن لصالح بن حمد القمرة. المركز الرابع جاءت فيه نشرة لسيب بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الخامس كان من نصيب فرح للسيد ناصر بن حمودة الظاهري. مشاهدينا الكرام، أو ناصر بن حمودة العفاري، فرح في المركز الخامس للسيد ناصر بن حمودة العفاري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إذا سلهودة تبقي هنا الكأس في دولة قطر مع منافسة الثنايا البكار وكأسها اللامعة المميزة. 12 دقيقة 48 ثانية و77 جزء من الثانية هو التوقيت لسلهودة التي توجت بهذه الكأس الغالية، وتوجت أيضا وفازت بجائزة هذا الشوط، السيارة المرسيدس التي ذهبت لمصلحة هادي المضمرين. المركز الثاني كان من نصيب الأبرقة، وقطعت المسافة في 12 دقيقة 55 ثانية 69 جزء من الثانية. تهانينا للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيرين على حصوله على المركز الثاني، وأيضا فوزه بجائزة هذا الشوط، السيارة الجيل ستيشن المقدمة من السيد سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. أما المركز الثالث فكان من نصيب الوطن، وقطعت المسافة في 12 دقيقة 55 ثانية و72 جزء من الثانية. تهانينا لمالكي الوطن السيد صالح بن حمد القمرة المري، وأيضا نهني المضمر حمد بن محمد بن جهويل والوطن
حصلت على جائزة أيضا عبارة عن سيارة تويوتا كروزر بيكاب مقدمة من بنك قطر الوطني كيو ام بي. مشاهدينا الكرام،